أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان قرار فرض رسوم عبور على الشاحنات المستخدمة لجسر جابر الأحمد ووصلت الدوحة بقيمة دينار كويتية لكل طن اعتبارا من 16 من يوليو المقبل. وقالت الوزيرة إن الهيئة العامة للطرق والنقل البرية وضعت ضوابط لاستخدام الشاحنات بهدف الحفاظ على سلامة الجسر وسلامة المواطنين، موضحة أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لتغطية جزء من تكلفة الصيانة والتشغيل.